السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يكون الفيديو عن نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2022 اللي هتقام في المغرب من الفترة 1 فبراير 2023 لحد يوم 11 فبراير 2023، وطبعا القرعة خلصت. يلا بينا نتكلم عن نتائج القرعة. عندنا أول مباراة اللي هي هتكون في الدور الأول، هتكون ما بين أوكلاند سيتي والأهلي المصري يوم 1 فبراير 2023، وتاني جولة هتكون يوم 4 فبراير 2023، هيكون ما بين سيتل ساندرز الأمريكي وصاد الفائز من المباراة الأولى. المباراة الأولى هي اللي بتجمع ما بين الأهلي وأوكلاند سيتي، الفائز منها هيلاعب سيتل ساندرز الأمريكي. وتاني مباراة في الجولة الثانية عندنا الهلال السعودي هيلاعب الوداد المغربي. وعندنا في نصف النهائي، عندنا أول مباراة في نصف النهائي هتكون يوم 7 فبراير 2023، عندنا فلامينجو هيلاعب الفائز من المباراة الثالثة اللي هي بتجمع بين الهلال والوداد. الهلال والوداد هيلعبوا بعض، الفائز منهم هيلاعب فلامينجو البرازيلي. وتاني مباراة في نصف النهائي هتبقى يوم 8 فبراير 2023، هتكون ما بين ريال مدريد والفائز في المباراة الثانية. المباراة الثانية قلنا اللي هي بتجمع ما بين سيتل ساندرز الأمريكي والفائز من المباراة الأولى، الفائز من المباراة دي هيلاعب ريال مدريد. ونهائي كأس العالم للأندية 2022 بالرباط هيكون يوم 11 فبراير 2023، طبعا بالتوفيق للأهلي، وإن شاء الله يعني الأهلي لعب ريال مدريد، لأنها ممكنة جدا الأهلي في طريقه لريال مدريد لو كسب إن شاء الله المباريات كلها اللي هي مباراة الدور الأول والدور الثاني، هيكون الأهلي في نصف النهائي وصاد ريال مدريد، وإن شاء الله الهلال أو الوداد يلعبوا فلامينجو، وإن شاء الله يغلبوا فلامينجو البرازيلي، ويكون النهائي إن شاء الله يكون عربي خالص، يكون مثلا ما بين الهلال والأهلي أو الوداد والأهلي. ان شاء الله كل حاجة ممكنة، ريال مدريد فريق قوي جدا، لكن ان شاء الله يعني فريق عربي حقق البطولة. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكو. ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان اوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.